الاطار يمكن ينجم يكون مفهوم، الطريقه هي اللي يمكن نجمو نحكيو فيها. نحب نرجع 30 ثانيه اللي قالوا زميلي اسلام، اللي قال كان من المفروض ان كنا نمشيو ابعد في كاس الافريقيه هديه. ما تنساش ان احنا كنا تيت سيري نتاع الجروب نتاعنا، كملنا 30 وروبيشي، نحن من المفروض انه نحن خرجنا من الدور الاول. لذا بالنسبه لي انا مباراه نيجيريا ومباراه بوركينا فاسو كرويا وفنيا بالنسبه لي انا ما جابوا لي حتى شيء جديد. الفريق هذايا اللي كان معناتها التيت دو سيري نتاع المجموعه نتاعو في اضعف مجموعه في الكاس الافريقيه هذيا كمل الثالث وانا ايتي روبيشي. هذه ساعة الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وقت قلت لي معناتها معناتها القرار القرار والطريقة. شوف كلمة حاجة اللي هي بسيطة برشا. متفاهمين نحن أنه ثم فشل رياضي ولا لا؟ ثم فشل رياضي في الكأس الأفريقية هذه. خمسة مباريات ثلاثة هزائم. ثم فشل رياضي. واضح. المسؤول الفني على الفريق الوطني هو ستاف تكنيك. هكا ولا لا؟ ستاف تكنيك في القاضي. لا 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 بعد بعد تو نحكيو. الستاف تكنيك في القادري من المفروض انه الستاف تكنيك كله يرحل. لانه اذا انت اقريت بفشل المدرب الوطني ولا الناخب الوطني فانت اقريت انه الاطار الفني نتاعك فشل، اذا الاطار الفني نتاعك فشل فالقادري يمشي معاهم. لذا بالنسبه لي انا اللي قادر يقعد وتزيد تسميه ناخب اول بالنسبه لي انا غلطه كبيره ياسر. وبعد معناتها انت ما عملتش التقييم نتاعك بكل. لا سامي رغم اني مش مقتنع معناها بالديسيزيون اللي تخذيتها كما يسالش خلينا نلعب دور محامي الشيطان. لا 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 بنسلك تفضل دور محامي الشيطان. هنا لازم يقول لك مثلا هنا عندي شيونس بعد 55 يوم بالضبط، زوج مقابلات مع مالي، لازمني بروفيل نتاع عبد يعرف الجروب، حتى تعرف باش تجيب واحد جديد ما يعرفش الجروب، معناتها باش تقابل معاهم الملاعبيه قبل ثلاث ايام معناها من ماتش مالي معناتها. ما عادش نجم نفهم بالطريقه هذه. هاو قادري ولو اني ماهيش مع متفاهمين اللي القادري في ستاف تكنيك ولا لا ساعه؟ لا متفاهمين. اذا القادري في ستاف تكنيك هاو يعرف المجموعه وهاو فشل في كاس افريقيا، شنو باش نزيدوا نمشيو معاه معناتها في كاس في براج تاع كاس العالم؟ يلزم تكون ثم منطق رياضي. هوني ما ثماش منطق رياضي وتفهم كل اللي صاير في الفريق الوطني. اتكلم انيس السحباني على الجانب الانساني نتاع كبير. نحبه ياسر انا كبير، نحبه ياسر لانه كبير متخلق برشا، دافي متخلق برشا، لكن لا احترمه كناخب وطني لسبب بسيط جدا. ولا احترم عادل سليمي ولا احترم القادري، لانه الكل يعرف انه القرارات الفنيه ياخذ فيها رئيس الجامعه. وهذه علاش نحط السيليكسيونير في التاريخ؟ لا ماشي بشيء بقول القرارات كل ياخذ فيها رئيس الجامعه. ولمن شكك، لاني عندي 10 سنوات نقول في الاشياء هذه، لمن شكك في هذا نعطيك حاجه سيبي. سامحني جوست معك انا الحكايه هذه راهو اكد هذه لاعب في المنتخب. لا لا بشيء لاعب في المنتخب قال لي وديع قداش عندي قلت هذاك انا قلتها من غير ما نقول لك سامي نجم حتى بعد ما نكتب رساله شكون اللاعب. قال لي راهو وديع الجري هو اللي يحط اكد فوز البنزرتي. سامحني لا فوز البنزرتي معناتها ما عادش متخبي. انا قداش عندي نقول في هذه؟ عندي 10 سنوات نقول فيها. بعد عندك صوره معناتها صوره ضد غامبيا، معناتها صوره ضد غامبيا، انه المدرب الاول والمدرب الثاني معناتها من تالي فتوش وحسين جنايح نوضح لك الصوره وديع الجيري برشا غلطوا فيها باش ما تجوش متحاملين كل شيء ضده. معناها الصوره هذيك كانت قبل المقابله وكانوا يحكيوا على الملاعبيه اللي كان فيه ولا خاطر تعرف الملاعبيه كانوا تاهلوا نهار يحكيوا مع الحكم وقبل المقابله وقتها. انا قلت لك انا وليد لا احترم منظر كبير المدرب، لانك اذا انت تقبل انه رئيس جامعه يعمل القائمه وينزل ال11 اللي مش يلعبوا وزيد يدخل لك ما بين الشوطين الحجره الملابس ويعطي تعليماته للاعبين، لذا انا ما نحترمكش. نجي بعد جست معناتها الحاجه الاخيره. تشوف انه منظر كبير كيما جيراس كيما ناس معناتها لاعبين قبل في الفريق الوطني، تشوف على البنك انه المدرب الناخب الوطني ما عنده السلطه على اللاعبين. تعرف لو ما عنده السلطه على اللاعبين؟
قالها إسلام، لأنه وقت اللاعب يعرف أن المسؤول الفني الأول هو مش المدرب لكنه رئيس الجامعة، ما عادش يحترم جيريس زادة ما كانش هو اللي نفس الشيء نفس الشيء. أنا يضرني بالعكس وقتها جيريس صارت المشكلة بينه وبين نهر الكنزاري على خاطر مش قاعد يسمع في الكلام. تعرف وقتها بداها بدأ التدخلات في الفريق الوطني، بداها وديع الجري مع كاسبر جاك في الكأس الإفريقية ذكرها، لأنه حاول أنه يفرض على كاسبر جاك قرارات، ما حبش يرضخ له كاسبر جاك، اضطرد كاسبر جاك في الكأس الإفريقية هذيك، وهو كاسبر جاك موجود قبل وديع الجري. لذا كل الأشياء هذية تفسر معناتها تفسر الفشل بتاع الفريق الوطني. وبعد نجيك حاجة، لأنه نخلي الكلمة، وديع الجري دائما يتكلم على ترتيب الفيفا بتاع الفريق الوطني، ودائما نحن صحفيين مختصين نقولوا راهو الترتيب ما يعني حد شيء. يا سيدي هاو عنا معناتها دليل أنه الترتيب ما يعني حد شيء. احنا ثلاثة فرق اللي خسرنا معاهم، احنا احسن منهم في الترتيب فيفا. الثلاثه فرق هذوما احنا احسن منهم بكثير معناتها في الترتيب فيفا. لذا الفشل هذا سي لا كرونيك دان اشيك انونسي، لانه مش الاول وليد وليس الاخير. وبعد نجيو مش نختم باي سيدي خليط القادري اي ما ترشحش ضد المالي لا قد لا لا إيه ما ترشح لا انا نتكلم في القرار وقتها. القرار وقتها باش يكون واضح، ريت مش قرار باش يكون واضح انك انت بتعلت انه هذايا يعرف المجموعه تهو يعرفها المجموعه. نمشي معك ابعد من هذا يا سامي، حتى كان ترشحت انت ضد مالي ويخي في شو مش تعمل. لا حتى كان ترشحت من المفروض كانك باش تجيب سيليكسيونور باش تمشي لكاس العالم بسيليكسيونور باسمه، هذا من المفروض. تو نرجعوا نتناقشوا في هذا. سامي العكريمي ضيفنا حتى الاربعه، سلام المدب، وليد برحومه رافقوكم في ريكاب.